الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحماكم الله في هذه الأيام، أيام جائحة الكورونا. أقدم في هذا المقطع مثال بسيط كامل على المربع الصغرى الاعتيادي، لكنه يعني لنموذج متعدد الحدود، متعدد المتغيرات، مستقلة وليس نموذجا بسيطا. ونبدأ على بركة الله. لنفترض بأن بيانات المعدل التراكمي، والمعدل التراكمي في بعض الجامعات تحسبه من 120، فأنا حسبته من 120 الآن، لمجموعة، هذا المعدل التراكمي للطالب الجامعي لمجموعة عشوائي من طلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية عددهم 20 كما في الجدول الأدنى. الآن هذا هو الجدول، هذا المعدل التراكمي GPA Great Point Average، بدينا ب 75 67 70 75 وهكذا إلى انتهينا 99. و FI هذه اللي هو دخل الأسرة 50 55 60 وهكذا انتهينا 108. FS اللي هو حجم الأسرة 9 8 7 7 10 وهكذا انتهينا بواحد. وهنا HA اللي هو مساحة المنزل الذي يقطن به الطالب أو الذي مع أسرته، طبعا نفترض 100 107 برضو وحدات اعتباطية، طبعا هنا 107 110 إلى انتهينا 310. حيث ترمز كما ذكرت GPA المعدل التراكمي للطالب، وترمز FI إلى دخل الأسرة اللي هي وحدات اعتباطية كما ذكرنا، يعني وحدات القياس لا تهمنا، بهمنا المبدأ الرياضياتي والقياسي هنا. وترمز FS إلى حجم الأسرة بالفرد، وHA إلى مساحة المنزل الذي يقطن فيه الطالب مع أسرته، وحدات اعتباطية لا تهمنا وحدات القياس، بهمنا القيم وكيف نتعامل معها. نكمل. نرغب بتقدير معلومات نموذج من الشكل الآتي واختبار الفرضيات حول أثر المتغيرات المستقلة. هذا هو الآن النموذج الذي نرغب بتقدير معلوماته. معلومات A B1 B2 B3، نريد أن نتعرف على قيمة A ثم B1 كي نتعرف على قيمة هذا، يعني أثر هذا المتغير المستقل اللي هو دخل الأسرة، ثم أثر هذا المتغير المستقل اللي هو حجم الأسرة، وأخيرا أثر هذا المتغير المستقل اللي هو مساحة البيت الذي يقطن به الطالب مع أسرته. فإذا GPA لصب I هذه للطالب I ترتيب I تساوي A زائد B1 FI صب I زائد B2 FS صب I زائد B3 HA صب I. نكمل على بركة الله. الخطوة الأولى ترتيب مصفوفة المتغيرات المستقلة X بما فيها نقطة التقاطع intercept، مهم جدا الآن، وهي كما يأتي. هذه الآن مصفوفة المتغيرات المستقلة، يعني هو رمز X برمز للمتغيرات المستقلة. هذا الآن الأحاد 1 2 3 20 مرة نكررها حتى نأخذ بعين الاعتبار نقطة التقاطع intercept. والآن بقية الأعمدة ترمز لدخل الأسرة، هنا حجم الأسرة بالشخص بالفرد، وهنا مساحة المنزل بوحدات القياس اللي اخترناها. فالف اي 50 55 وهكذا انتهينا 108. الاف اس 9 8 7 وهكذا انتهينا بواحد. واخيرا اتش اي 100 107 انتهينا 310، وهي البيانات المذكورة في الجدول السابق، لكن كل ما استجد اننا ادخلنا هذا العمود حتى ناخذ بعين الاعتبار الانترسبت. نكمل على بركة الله. الخطوة الثانية ترتيب منقول مصفوفة المتغيرات المستقلة، ما يسمى بالX ترانسبول، وهي كما يلي. الآن هنا أرجع بعد إذنكم، هذا الآن العمود يصبح صفا، وهذا العمود يصبح صفا، وهذا العمود يصبح صفا، وهذا العمود يصبح صفا عندما نأخذ الترانسبول أو ما يسمى منقول هذه المصفوفة، فتصبح كما يلي. الآن هذا الآن أصبح عندي الآن أربعة صفوف مع 20 عمودا، في حين بأن هذه المصفوفة تساوي 20 صفا بأربعة أعمدة، 20 صفا بأربعة أعمدة. الآن نكمل. هذا الآن أصبحت الآن أربعة صفوف بعشرين عمود. نكمل خطوة الثالثة، حساب ما يسمى ضرب، يعني X transpose X. الآن هذا X transpose X، بنلاحظ على انه القطر الرئيسي بيختلف عن بقيه الارقام هنا 20 132 748 652 700 463، فاللي جاي على خلاف القطر الرئيسي متماثله على الطرفين، فهاي القيمه متماثله مع هذه القيمه، هذه القيمه متماثله مع هذه القيمه،
هذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، والآن هذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، وأخيرا هذه القيمة متماثلة مع هذه القيمة، وكأنما القطر الرئيسي عامل عمل كأنه مفصل الباب يعني. الآن الخطوة الرابعة، حساب معكوس هذه المصفوفة X transpose X نريد X transpose X inverse اللي هو معكوسها، وبالتالي الآن X transpose X بتعطيني هذه القيم. بنلاحظ أنه هذه القيم دائما وأبدا التي تأتي على القطر الرئيسي يجب أن تكون موجبة القيمة دائما وأبدا بالاقتصاد القياسي. فعندي 37.69 هنا فاصلة 0.003203 وهكذا 0.16.001872 وهكذا، والباقي في عندي تماثل، هذا يماثل هذا. هنا يعني لا يخدعنكم، لأنني لم يعني قمت بتقريب هذه القيمة هنا، لم أقربها هنا، بس لبيان إنه التماثل وقت لا غير. فأكس ترانسبوز أكس هذه هي الآن معكوس المصفوفة هذه. نكمل خطوة الخامسة، حساب المتجه أكس ترانسبوز واي. الآن هذا الآن اللي هو مصفوفة المتغيرات المستقلة بما فيها نقطة التقاطع اللي هو الآحاد 1 1 1 20 مرة، مضروب طبعا ترانسبوز، مضروب في قيم أو المتجه اللي هو المتغير التابع وهو الجي بي اي أو المعدل التراكمي من الطالب الجامعي. فبكون نتيجته النهائية كما يلي: X transpose Y تساوي هذه القيم الأربعة 16 35 137 924 80 35 وأخيرا 318 229. الآن الخطوة السادسة، حساب متجه المعلمات المقدرة. هاي المعادلة البسيطة أو هذه الفورمولا أو هذا القانون النهائي بيتا هات اللي هو المعلمات المقدرة تساوي X transpose X inverse كلها inverse مضروب ب X transpose Y. طبعا النتيجة بتكون كما يلي: هاي بيتا هات، إذا هذه المعلمات المقدرة هذه A، هاي B1 طبعا A هات، وهاي B1 هات B2 هات B3 هات 103.532. هنا عندي طبعا موجب، هنا موجب 0.568829، هنا سالب 4.216503، وأخيرا سالب 0.01282. إذن هذه المعلومات الأربعة التي قدرناها. إذن الآن بيكون الدالة بعد تقدير معلوماتها، هذه الآن الدالة بعد تقدير معلوماتها جي بي اي. طبعا هنا نسيت أن أضع علامة التقدير اللي هي الهات، فهذه جي بي اي مقدرة تساوي 103.532 زائد 0.568 مضروب في معدل في دخل الأسرة سالب 4.2165 مضروب بحجم الأسرة سالب 0.0128 مضروب بمساحة المنزل الذي يقطن به الطالب مع أسرته اللي اقترض. وهو مثال يعني عشوائي لكن له معنى. خطوة السابعة، حساب مجموع مربع البواقي. الآن مجموع مربع البواقي اللي هو نحسبه من هنا من هذه اي اي هات اللي هي هاي المقدر خطأ الباقي من القيم الفعلية، مطروح منها القيم المقدرة، القيم الفعلية للمتغير التابع مطروح منه القيم المقدرة للقيم للمتغير التابع اللي هو جي بي اي اللي عفوا جي بي اي اللي هو معدل التراكم من الطالب الجامعي، وبالتالي هو كما في الجدول هنا. فاي اي تساوي واي اي ناقص واي هات، هذه القيم بنلاحظ موجب سالب 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 موجب موجب وهكذا، يجب ان يكون مجموعها مساويا للصفر بالضروره، لانه هذه انحراف القيم عن وسطها الحساب، وبالتالي يجب ان يكون مجموعها يساوي صفر. عندما نربحها نحصل على هذه القيم كلياتها بتكون موجبة، ومجموعها النهائي 199.7. مجموع هذه القيم مجموع اي اي الكل تربيع هات طبعا يساوي 199.7. ما يعني الآن بأن تباين هذه القيم هو حاصل جمعها مقسوم على عدد درجات الحرية نون ناقص كي اللي هو طبعا 20 observation أو مشاهدة مطروح منها 4 اللي هن 4 قيم للمعلومات المقدرة، وتساوي بالحالة هاي النتيجة النهائية 199.7 مقسم على 16 ويساوي 12.48125.
الآن الخطوة الثامنة حساب التباين والخطأ المعياري لكل معلمة مقدرة كما يأتي. هذا الآن عندما نضرب الفارينس اوف عفوا تباين الأخطاء العشوائية في معكوس مصفوفة الاكس ترانسبوز اكس بعطينا ما يسمى التباين المعلمات المقدرة, the variance var of beta hat, يعني المعلمات الأربعة يساوي S square اللي هو تباين أخطاء العشوائية أو اللي هو مجموع مربع البواقم قسم عنون ناقص K مضروب بX transpose X all inverse. هاي الآن عندما نضرب 12.481225 اللي هو S تربيع مضروب في الX transpose X all inverse, فهاي يدخل على الجميع الآن كل بنضرب بكل القيم, لكن اللي بهمني أنا حاصل ضرب هذه القيمة بكل قيمة أتت على القطر الرئيسي. في عندي أربع قيم على القطر الرئيسي, هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة, حاصل ضرب تباين الأخطاء العشوائية تباين البواقي ضرب هذه القيمة بعطيني تباين A hat, وحاصل ضرب هذه القيمة مع القيمة الثانية اللي على القطر الرئيسي بيعطيني تباين B1 hat, ثم حاصل ضرب هذه القيمة في القيمة الثالثة التي أتت على القطر الرئيسي بيعطيني تباين B2 hat, وأخيرا حاصل ضرب هذه القيمة بهذه القيمة بيعطيني تباين B2 hat أو B3 hat 1 2 3 B3 hat. نعم سأبين ذلك الآن, أي أن تباين A hat تساوي هذه القيمة فعلا تساوي 470 وكذا, أما تباين B1 hat فهذه القيمة اللي هو طبعا 12.481225 مضروب في 37.69 كما ذكرت قبل قليل, ثم تباين B1 hat 12.481225 مضروب ب 0.0032 يساوي 0.04 وهكذا البقية. وبالتالي أي أن الآن عندما نأخذ الجذر التربيعي لكل تباين بكون ما يسمى يعني نحصل على ما يسمى بالستاندرد ايرور, هذا الخطأ المعياري لأي هات يساوي الجذر التربيعي لهذه القيمة, والخطأ المعياري لبي 1 هات يساوي الجذر التربيعي لهذه القيمة, ثم الخطأ المعياري لبي 2 هات الجذر التربيعي لهذه القيمة, وأخيرا الخطأ المعياري لبي 3 هات الجذر التربيعي لهذه القيمة. نحسبها طبعا هنا بنرتب وبنحصل عليها بالحالة هاي, بكون هذا الجذر التربيعي لقيمة التباين وهو الخطأ المعياري لأي هات, هذه أي هات هذا الآن خطأها المعياري, والآن عندي هذه B1 hat هذا الخطأ المعياري لها, B2 hat هذا الخطأ المعياري لها, وB3 hat هذا الخطأ المعياري لها. الآن بقسمة هذه القيمة على هذه القيمة بعطيني قيمة T المحسوبة, وقسمة هذه القيمة على هذه القيمة بعطيني T المحسوبة لكل معلمة. طبعا الخطوة العاشرة حساب قيمة T من حاصل قسمة كل معلمة على خطأها المعياري كما هو. هذا الآن T يعني الأولى بالنسبة لإي هات تساوي 103.532 قسم 21.681 بعطينا هذه القيمة 4.7734. أما T المحسوبة لبي 1 هات بتساوي هذه القيمة والنتيجة النهائية طبعا حاصل قسم هاتين القيمتين بعطينا النتيجة النهائية 0.284. أما T المحسوبة بالنسبة لـ B2 hat فبتكون حاصل قسم هذه القيمة على هذه القيمة بعطيني 2.9833 تقريبا 3, وأخيرا هذه نتيجة T المحسوبة لـ B hat 3 بتكون 0.2667. الآن بناء على هذه القيم نختبر الفرضيات. الخطوة الحادية عشر اختبار الفرضيات حول أهمية كل متغير وأثره على المعدل التراكم, ويمكن صياغة الفرضيات كما يلي. هاي طبعا دائما وأبدا فرضية العدم, نفترض على سبيل المثال A يعني أول واحدة أنها تساوي صفرا, يعني هنا ليس هناك نقطة تقاطع, في حين أن فرضية البديلة أنه A لا تساوي صفرا أو أكبر من صفر أو أقل من صفر. لاحظوا الآن وهنا مثلا H not يعني كفرضية ثانية إنه B1 تساوي صفر, أما الفرضية البديلة لهذه فرضية العدم وهذه فرضية العدم, هذه الفرضية البديلة وهذه الآن الفرضية البديلة عن هذه الفرضية. الفرضية البديلة بيقول B1 لا تساوي صفر, قد تكون أكبر من صفر أو أقل,
أو أنه بي 1 أكبر من صفر، أو أنها عفوا هنا بي 1 المقصود هنا بي، هذا خطأ طباعي هنا، بي 1 أقل من صفر وهكذا. خطوة الثانية عشر مقارنة تي المحسوبة، أنا بعتذر عن هذه، يجب أن تكون بي 1 وليس إيه. فالآن الخطوة الثانية عشر مقارنة تي المحسوبة التي حسبناها مع تي المجدولة مقابل مستوى أهمية يحدده الباحث. الآن كثير من الباحثين بيختاروا مستوى الأهمية أو مسمى السيجنيفيكانس ليفل ألفا عفوا تساوي 5% أو 1% أو 0.5% أو 400%، هذا بيرجع للباحث ومستوى يعني تعمقه بالمادة، وطبعا مقابل درجات الحرية. في هذا المثال درجات الحرية تساوي دي اف تساوي ان ناقص هي تساوي 20 ناقص 4 تساوي 16. الآن أبين لكم هذا الجدول، جدول توزيع تي، هذا هو جدول توزيع تي. هنا على المحور يعني أول عمود فيه درجات الحرية، ببدأ بدرجة 1 2 3 4 حتى بنتهي 100 ثم بنتقل إلى 1000، يعني بصير مثلا 29 30 ثم 40 45 60 80، لا يأخذ باعتبار كل درجات الحرية الممكنة. فعنا إحنا 16 درجة حرية. لو اخترنا إنه نريد أن نكون متأكدين يعني من أنه يعني المتغير المستقل له أثر على المتغير التابع، نذهب مقابل 16 درجة حرية وبدنا مستوى أهمية 5% على سبيل المثال، فيجب أن تكون هاي لاحظوا لي 5% هنا وهاي 16 درجة، وبالتالي يجب أن تكون قيمة تي المحسوبة أعلى من هذه القيمة حتى ندعي أننا لا نستطيع قبول فرضية العدم بعدم وجود مثلا علاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. أرد أكرر يعني الآن اخترنا 5% مستوى الأهمية 1095%، أذهب عموديا إلى الأسفل ثم مقابل 16 درجة حرية هنا 16 و5%، فيجب أن تكون القيمة المحسوبة أعلى من هذه القيمة حتى نتمكن من عدم قبول فرضية العدم اللي هي بتقول لا توجد علاقة. لنفترض أنه اخترنا 1%، فيجب أن تكون مقابل 16 درجة حرية لاحظوا لي 1%، يجب أن تكون قيمة تي المحسوبة أعلى من هذه القيمة، أعلى من 2.58. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإن شاء الله المقطع اللاحق القادم بإذن الله سوف أقدم يعني حلا لكيفية الاختبار وبيانها إن شاء الله بدقة أكثر. وأرجو الله لكم السلام جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.